أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ولكن الشياطين كفروا يعلمون
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قضى
قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون يا قالوا تملكا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي وهم لا يظلمون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما عليك البلاغ والله بصير بالعباد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أفغير دين مؤمنين.
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ بالعالمين وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يؤمن
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي يغشي الليل
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا الله قريب من المحسنين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي والله عزيز حكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا ألقوا ما أنتم
الذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم قلوبهم بذكر الله.
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ونزعنا صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى
في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون تبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولولا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سجدا قالوا
فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال رب احكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Oh.
مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من
وَإِذَا
مرضت فهو يشفين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الحمد لله وهو الحكيم الخبير قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع
شديد ومكر أولئك هو يبور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب
ثاقب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ولقد ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله رب العالمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فلما حضروه قالوا
مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا
قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا تبارك وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قل يا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله في صدور الناس.